السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ اش كتعودوا؟ كلشي مزيان؟ كي دوزتوا صيامكم؟ صيام مقبول، اللهم امين يا رب العالمين. هنا كيف ما شفتوا، انا جبت معكم واحد التيسير ونشارك معكم سهل وزوين. هنا بسم الله على بركه الله، عندي كاس ديال السنيده، وعندي مايزينا، عندي بسكوي، عندي بنانه، وعندي اطو ديال الحليب، وجوج خنيشات ديال الفلون ديال الفاني، وكركيع طبيعة الحال الزين الا كان ما كانش ماشي مشكل. المهم بسم الله، هنا غادي ندير واحد الكاس ديال السنيده ديالي في كاسرونه، اللي غادي ندير به كريم كراميل، وغادي ندير الكراميل بعدا ديالي. هنايا غادي نديرو فوق العافيه، غتكون مهيله، ونخليه في الكاسرونه حتى يذوب على خاطرو. كيف ما عارفين البنات، تيولي كراميل ذوب هذيك السنيده، ما غاديفو حتى حاجه، غتبقى تذوب راسها كيف ما عارفين البنات. ماما كيما شفتو انا كنوزع ديك السنيده على الكاسرونه، صافي غنخليه يذوب على خاطرو. غنمشي ندير كيف ما شفتو جوج معالق ديال مايزينا ديالي كبار، وغادي ندير هنايا معاكم الحليب، ندير الكاس الاول ديال الحليب، ونضيف الثاني والثالث، تدي لي 4 الكيسان بالضبط، كل معلقه ديال المايزينا بـ2 كيسان، 4 الكيسان ديال الحليب. نحركهم مزيان، صافي غنبقى نحرك حتى تذوب ليا مايزينا مع الحليب، ونخليه على جنب. مهم هنايا غادي ندير فلون ديال الفاني، وغادي ندير عليه حتى هو 4 الكيسان، كل خنشة ديال الفلون فيها 2 كيسان. مهم ها هما شتو، ها هو الكاس الثالث. هنايا ما كفانيش الحليب، غادي نزيد نص كاس، هي 4 الكيسان. غنخلط، غنمشي نجيب الحليب نزيدو، غنزيد نص كاس لان ضروري ندير فيه 4 الكيسان. ها هو النص اللي كان خاصني زدتو. مهم ها هو الكراميل ديالنا كيف ما شفتو، داب وجا زوين. هنا درت معلقه ونص تاع الزبده النباتيه، غادي نخلطها على كراميل. صافي دابت لينا ديك السنيده ولات كراميل، غنبقى نحدي نحركهم واحد شويه تذوب عليا الزبده. صافي من يذوب الزبده، غادي نجيب داك الحليب اللي خلطت معاكم بمايزينا، 4 الكيسان ديال الحليب مع 2 معالق ديال المايزينا كبار. صافي هنا غادي نبقى نحرك، صافي تدخل في كيجي الزبده. المهم غادي نجيب الحليب، صافي هنا الحليب مع مايزينا، غادي نبقى نخلط فيهم حتى ينسجموا العناصر، ونبقى نحرك هنا ما نحيدش من التحرك حتى تذوب ليا هذاك الكراميل مع الحليب. غنبقى نحرك ما نحيدش من حدا البوطه، وما نحيدش يدي. المهم كيف ما كتشوفوا معايا، انا نحاول باش ما نقطعش لكم حتى شي حاجه. صافي هنا تنحرك، هنا كيف ما شفتوا الفلون حطيته على النار مهيله تيسخن، كيف ما عارفين البنات الفلون كيفاش كيوجد. المهم ما ركزتش عليه انا بزاف، حقاش كلكم تبارك الله عارفين كيفاش كيوجد الفلون، ما كياخذش الوقت غير غيسخن. صافي هنايا الكراميل اللي ما تحيدوش من حداه، بقاو تحركوا فيه تحركوا فيه حتى يختار، وما تحيدوش يدكم عليه. كيف ما شفتوا الفلون راه ما درتش فيه سنيده البنات، فلون بوحدو والحليب، ماشي نسيتها، ما درت ما درتهاش كاع. هنا كيف ما شفتوا الكراميل ديالي وجد، ولا خاطر وزوين، ماشي خاطر بزاف، حتى غادي يبرد وغادي يزيد يختار. هنا الفلون ديالي كيف ما شفتوا حتى هو واجد، جات فايت عليه قبيله. هذاك السكر علاش ما درتوش، درت في بلاصتو بنانة، وجا كاين كراميل حلو بزاف، ما يحتاجش باش نزيد فيه سنيده. هذا علاش الحلاوه ديال البنانة كافيه، وغتعطي واحد البنه زوينه. المهم كيف ما شفتوا، انا خلطت هذيك البنانة مزيان مع الفاني، فلون ديال الفاني. هنا داك البسكويت اللي شفتو قبيله، ها هو غنديرو في الكؤوس، غادي نهرسو نفرتو شويه وصافي في الكيسان. ثم ديروا الكيسان اللي عندكم اللي كتقدموا فيهم الديسير ديروهم. ما كانش عندكم بسكويت، كانت عندكم ماشي كيكه ديال الشوكولاتة تقدروا ديروها، كانت عندكم بقى منها شي حاجه ديروها. المهم هنا كيف ما كتشوفوا، انا راني كندير بالمعلقه فلون ديالي، راه برد واحد شويه، وصور الرغوه شتو ديال الطحين راه باقا فيه كتبان فيه. المهم نتوما ما تزربوش عليه، انا راه زربت عليه باش ما نطولش عليكم فيديو.
المهم انا درت كل كاس فيه جوج معالق على حسب الكيس اللي عندكم. صافي هنا غادي ندير كريم كراميل من الفوق كيف ما كتشوفوا. ما حاولت باش ما نقطعش الفيديو. هو كيف ما شفتوا باقي عندي زدت باش ندير هاد المول ديال السيليكون ديال كيف ما كتقولوا المول العجيب. انا درتو باش بغيت نوريكم جوج طرق ديال التقديم وجوج طرق ديال التزيين. صافي كيف ما كتشوفوا انا يا حاولت باش نوزع داك الخليط كامل ما خليت حتى حاجه. هنا الفلون راه جا جمد ليا عاود سخنته في العافيه حتى داب. صافي وبديت كنخوي هذاك الشيء اللي باقي عندي كنوزعه على سميتو. هو كيف ما شفتو جمد جا زوين خليته غير برا جمد على خاطرو ما درتو كاع في الثلاجه قشت كيسان طوال خليته غير برا. مازال الاخر اللي في المول درتهم في الثلاجه كيف ما كتشوفوا. نزيت باللوز اي فيلي فريز النعناع شويه القرقاع. هنايا درت شويه الدبس ديال التمر اللي ما عندوش يدير شويه خطوط ديال الشوكولا عطوا لي كتافي بشي حاجه بسيطه وبركه اللي عندك في الدار. المهم انا حاولت باش نشارك معكم تزيين لان الناس كتطلبوا مني تزيين. هنايا داك الفريز اللي باقي عندي طحنته بوحدو صافي. وهنا كدرت النعناع درت هنا الليمون شي طبيعه الحال كله غيتكال كله صحي. هنا درت الكركاع ودرت شويه الزبيب صافي كيف ما شفتو. ها هو كيف ما شفتو قدمته معاكم. نتمنى يعجبكم جا زوين الصراحه مذاق ومنظر. نتمنى تجربوه ويعجبكم دعموني وديروا اشتراك وتضغطوا على الجرس. معظم ديال البنات راهم ما تيضغطوش على الجرس. ها هو كيف ما شفتوا بارك الله جا زوين الصراحه زعما يحمر الوجه كما نقولوا. هو قدمته هنايا للسحور. نتمنى يعجبكم. السلام عليكم تهلاو في راسكم. السلام عليكم.